0 الى 85 اذا اندفاع موفقه سيداتي نساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا في الجنادريه في العاصمه الرياض لسابع اشواط هذه الامسيه مفتوح الدرجات عمر الثلاث سنوات فاكثر التكافؤ من 0 الى 85 تتنافس على مسافه ال 1800 متر مسافه 940 135 الف ريال تنتظر 20 اسما يتقدمهم من المسار الاوسط ستار هورس وقارعهم من المسار الداخلي وتيكينج نيمز من المسار الخارجي 400 متر الاولى ب 22 و36 جزءا من الثانيه بدا الشوط سريعا واندفاع هنالك من ونعم وكذلك الفرات ريفر ماستر سكيلز بوتين روكت مان يتمركزون في المرتبه الرابعه الخوارزميه ود الاندفاع مع ريكاردو فيريرا ولد حاتي هنالك يخلع النظاره الاولى كامل سبينا في سابع المراتب ريفيوت في المرتبه الثامنه 800 متر الاولى ب 45 وثمان اجزاء الثانيه لا يزال يتقدمهم كينج نيمز بن اروجيت مع محمد الحبيب بفارق طول عن اقرب منافسيه سنجل مايندد يبحث عن المسار وقارعهم يستحث نواف المضياني لاتحاتي كذلك يبحث عن المسار وكذلك الظهور لستار هورس بوتن روكت مان ماستر سكيلز ومن خلفهم نورديك لايس بريميوم تيكت وكذلك هونر اند بلاشر من المسار الخارجي 1200 بدقيقه وتسع ثواني و84 جزء من الثانيه ستار هورس قادم بالاندفاع مع عصير السرحاني في ثاني المراتب لا يزال يتقدم وهنا الاندفاع من محمد الحبيل لاروجيت الذي يود التبديل بدل الان قادم هنا تيكينج نيمز ماستر سكيلز الى المسار الداخلي ستار هورس يحافظ سنجل مايندد قادم ولكن ستار هورس الرميه الاخيره لمن هل يعود تيكينج نيمز 1600 ب 35 و55 جزءا من الثانيه ستار هورس انت النجم في هذا المساء الف مبروك يا له من انتصار رائع ستار هورس بشعار السيد عبد الرحمن السيد وتدريبات المدرب محمد الحيدر وقياده الخيال اصيل السرحاني اهلا بعودتك للانتصارات وهنا فرحه الانتصار انتصار كان مميز وشوط كان